السلام عليكم. الشمس خرجت في الشمال الدنماركي، الحمد لله رب العالمين. يوم ما شاء الله، يوم سعيد، يوم مشمس، يوم مشمس ان شاء الله يكون يوم حافل باليمن والخير والبركات ان شاء الله تعالى. سنوم نتجه نحو الشمال الدنماركي باتجاه النرويج إن شاء الله تعالى. سنأخذ العبارة من الشمال الدنماركي إلى النرويج إن شاء الله. هذا ولم يحترم السرعة، هنا السرعة 90 100 كم/ساعة. الدنمارك لاحظ انهم يحترمون، الدنمارك ما شاء الله يسوقون بتريث، يحترمون السرعات وقوانين المرور. هذا ثاني يوم لي في الدنمارك ولاحظت انهم يحترمون كثيرا، ليس كباقي الأوروبيين. عموما الألمان يحترمون، ولكن هذا حالة خاصة، هذا ممكن يكون ألماني مضروب، ألماني يبان هاسيني. المهم جو ربيعي مشمس، درجة الحرارة 10 درجات، ما شاء الله ما شاء الله. هناك رياح قليلة ولكن جو ما شاء الله.